ميليشنز، ميليشنز بكره ان شاء الله. الفاشيا بتاعه النك والبوستيريور تراينج كنت بشرحه في المحاضرات، بس طبعا انا خدت جزء امبارح والله. الفاشيا بتاعه النك اتكلمت فيها، اللي هو الجنرال انفستنج والفري فيرتيبرال والفري تراكيال كاروتيد شيز، الاثنين حضرتك اللي ريليتد للفارنكس اللي هو من بره هتبقى بارتو فارنجيال ومن جوه تبقى فارنجيو فازلا. النهارده هناخد حاجه اسمها سبكليبيان فيسلز. سبكليبيان فيسلز يعني ارتري وفين، ودول هيمشوا بالعرض في نهايه الرقبه من تحت. بس تبص معايا هنا على الرسمه دي، سيبك من بتاعت الداتا شو خليك هنا. الرسمه دي الاول اقول لك انا راسم فيها ايه عشان تبقى فاهم. ادي ده الاسترنم، وادي العظمه اللي اسمها كلابيكال انا كاسر منها جزء سواء الناحيتي او الناحيتي، ودور الضلع الاول الكيرف ستريك انا راسم ناحيه واحده حتى مش راسم الناحيتي. اللي باصص معايا دول الفقرات العنقيه السيرفايكال فيرتبري، دي العظمه اللي شبه المركب دي اسمها هايوي كون اللي موجوده ما بين دقي وتفاحه ادم. دي تفاحه ادم اسمها العلمي سايرويد كارتج اسمها بلدي ادمز ابل، وبيسموها سايرويد كارتج علشان الغده الترقيه والملونزه اللي انا بحطها قدام التركيه بتوصل من فوق لغايه هذا الكارتج، يبقى اللون الازرق ده يبقى السايرويد جلاند. اللي باصص معايا العضله اللي انا راسمها على كل ناحيه منقطه واحده من اللاترال فيرتيبرال ماسلز، دي اسمها سكالينس انتيريور، واللي هيبص يلاقيني جايبها من السيرفايكال فيرتبري من 3 ل 6 ونزلت بيها واحد نسبه في الضلع الاول، كان سكالينس انتيريور بتوع الناحيتين. دي اخر معلومه قبل ما ابدا، العضله دي ستيرنوماستويد بس انا قاطعها. قاطعها ليه؟ لانها بتداري على السكالينس انتيريور، يبقى انا لو رجعت تاني الستيرنوماستويد مش هتشوف حضرتك كويس السكالينس انتيريور. اللي باصص معايا لما دي تبقى ستيمنو ماستويد وماسكه في الماستويد بروسيس ودي ترابيزيس، يبقى المثلث المفروض ما بينهم هنا يبقى اسمه بوستيريور ترينجل. والبوستيريور ترينجل انزل بس الكلابيكال ديت لتحت شويه بحيث ما تبقى مظبوطه اهو. اجي ده البوستيريور ترينجل اللي ما بين ستيمنو ماستويد وترابيزيس والكلابيكال. نبدا مع بعض بقى النهارده في المحاضره. سبكليبيا طبعا حضراتكم خدتوا صوره في الدرس في سنه اولى وعارفين ان في حاجه اسمها الارش اوف اورطا، وانا راسم الارش اوف اورطا منقطه لانها موجوده ورا العظمه اللي اسمها مانوبريام ستيرنار، يبقى ادي الارش النقط لانه موجود ورا المانوبريام ستيرنار. كويس، الارش كان بيدي كام برانش؟ فطلع واحد جدع قال لي بيدي ثلاثه، واحد يمين واثنين شمال. البرانش اللي رايح يمين اللي انا مشاور عليه دلوقتي اهو ده اسمه البريكيوسيفاليك او الانومينيت ارت، محدش يقول لنا رايت انومينيت ارت لان ما عندناش ليفت انومينيت ارت. هذا البريكيوسيفاليك او الانومينيت هيجي عشان يدخل الرقبه، بيعدي ورا المفصل اللي انا مشاور عليه. المفصل ده ما بين الكلابيكال والاسترنال اسمه ستيرنو كلابيكولار جونكت، وهناك هيتقسم لتو تيرمينال برانشز. البرانش ده اللي انا هعمله باللون الاحمر هتنقل عليه ده اسمه الرايت كومان كاروتيد، هيمشي في الرقبه على طول. والتاني ده اللي ماشي بالعرض حضراتكم بنقول في نهايه الرقبه ده اسمه الرايت سب كليبي. يبقى انت في برانشين اهم بتوع البريكيوسيفاليك او الانومينيك، اللي ماشي بالطول ده اسمه رايت كومان كاروتيد، واللي حضرتك مش بالعرض اسمه رايت سب كليبي. الوضع على الشمال يختلف. الليفت كومان كاروتيد اللي انا رسمه بالطول اهو، والليفت سب كليبيان اللي انا رسمه ماشي بالعرض اهو، مش طالعين من بريكيوسيفاليك، دول طالعين دايركتلي من الارش اوف اورطا. والاثنين عشان يدخلوا النك بيعدوا ورا المفصل اللي اسمه ليفت ستيرنو كلافيكولار جون. يبقى الموضوع سهل قوي. النهارده منشا الرايت سب كليبيان يختلف عن منشا الليفت سب كليبيان. الرايت هو احد البرانشين بتوع البريكيوسيفاليك او الانومينيت، ورا الرايت ستيرنو كلافيكولار جون. الرايت هو احد الاثنين تيرمينال برانشز اوف ذا بريكيوسيفاليك او انومينيت، ورا الرايت ستيرنو
منه كلاديو كمان شوية. أما الليف حضرتك كاري من القرش بتاع الأورطة والمانوبر يسترناي، وعشان يدخل النيك عدى من ورا المفصل اللي اسمه ليفت ستيرنو كلافيكولار جوينت. يبقى دي اول حاجه في السبكلافيان ارتري للناس اللي بصه معايا. السبكلافيان ارتري اول حاجه فيها هي الاوريجن او البيجيننج، البدايه. كورس يمشي ازاي السبكلافيان ارتري سواء يمين او شمال؟ انا بمشي حضرتك للناس اللي بصه معايا بالعرض في جنبوت اوف نيك في نهايه الرقبه. يبقى انا بمشي بالعرض في جنبوت اوف نيك. نزلت قدامي عضله اسمها سكالينس انتيريور، اسالتني الى ثلاث اجزاء. الجزء الاول هكتب عليه واحد اهو، بيبقى حضراتكم ميديال تو ذا مصر. الجزء الثاني انا رسمه منقط الى اهو، ده بيبقى بيهايند او ديب للمصر. الجزء الثالث انا رسمه واكتب عليه ثلاثه، ده بيبقى لاترال تو ذا مصر. يبقى نقسم السبكليفيان ارتري الى 3 بارتس ان ريليشن للعضله اللي اسمها سكالينس انتيريور. الفيرست ميديال، الثيرد لاترال، والسكند مستخبي بيهايند او ديب لمين؟ للمصر. ده مش اول ارتري نقسمه لثلاث اجزاء بواسطه مصر. خدت السنه دي في الهند، الواد اللي جنبك اللي نايم ده كله اطلع هنا بره. ايه يا يبقى لو سمحت بعد اذنك، احنا خدنا في السنه دي في الهند ان في عضله كانت شكلها كده في اواي، كان اسمها لاترال تريجوي، وكانت بتقسم المجزيلري ارتري لثلاث اجزاء. الجزء الاول كان بيبقى تحت العضله، الجزء الثاني كان بيعدي سوبرفيشال وسام تايمز ديب للور هيب، الجزء الثالث كان بيدخل ما بين التو هيدز بتاع اللاترال تريجوي. وفي سنه اولى خدت في عندك ارتري بنقسمه بواسطه مصر لثلاث اجزاء، الشريان اللي ماشي بالاجزيلا اللي اسمه اكزيلري ارتري، كانت بتعدي قدامه عضله اسمها بيكتوراليس مارك. ادي الاكسيلاري ارتر اهو، وادي البيكتوراليس مارك، كانت بتقسمه برضه ل 3 بارتس. يبقى لغايه دلوقتي الارترز اللي هنقسمهم ل 3 بارتس هم اكسيلاري في سنه اولى، ماكسيلاري في سنه ثانيه في الهيد، سب كليفيان في سنه ثانيه في النيك. ينتهي فين حضرتك الارتر بتاعنا اللي اسمه السب كليفيان؟ فواحد بص كده قال لي ده الضلع الاول. الضلع الاول اللي حضرتك شايفه دوت، حضرتك المفروض ان السبكليفيان بينتهي عند الاوتر بوردر، بس انا حركت الضلع الاول شويه، يعني المفروض كنت اقدر الضلع الاول كده، حد فاهم؟ عشان ينتهي عند الاوتر بوردر بتاعه، فاحنا مجازا هنقول ان الارض بينتهي هنا، او ممكن ان انا اعدلها لك كده واعملها لك بالمنظر ده كده. يبقى الارض بتاعنا بينتهي عند الاوتر بوردر بتاع الضلع الاول، بيغير اسمه لانه داخل جوه الاكزيلا، هيسمي نفسه اكزيلاري ارت. يبقى السبكليفيان بينتهي عند الاوتر بوردر بتاع الضلع الاول باي بيكامينج مين؟ اكزيلاري ارت. يبقى احنا كده للناس اللي نايمه خدنا بدايه، والبدايه مختلفه يمين غير الشمال، وخدنا الكورس واحد سواء انت يمين او شمال، بتمشي بالعرض في نهايه الرقبه، وبتنزل قدامك عضله اسمها سكالينس انتيريور، بتقسمك لثلاث اجزاء، فيرست بارت ميديا، سكند بارت بيهايند او دي، ثيرد بارت لاتر. ماشي؟ على فكره اللي هيبص هيلاقي ان الثيرد بارت دخل جوه المثلث اللي اسمه بوستيريور تراينجل. ادي حضرتك ستيرنو ماستويد اهي، وادي ترابيزيس اهي، وادي كلاريتال اهو، يبقى الجزء الثالث ده من السبكليفيان يبقى جوه المثلث اللي اسمه بوستيريور تراينجل. الناس اللي بص انتهي فين؟ عند الاوتر بوردر بتاع الفيرست ريب. ده انا هغير اسمي، ده انا بروح هنا لسبيس، السبيس ده على شكل هرم اللي كان اسمه اكزيلا، هيبقى اسمي ايه؟ اكزيلاري ارتر. طيب تحب ترسم الارتر على جسمك؟ قال لك اه في سيرفيس اناتومي. هترسم خط كالاتي، خط بيبقى كيرف كونفكس لفوق، الخط ده 1 انش فوق الكلابيتال ما بين نقطتين، فين النقطتين دول؟ هتيجي تحط نقطة عند الستيرنو كلافيكولار جوينت، والنقطة التانية في نص الكلافيكال، يبقى ميد كلافيكولار بوينت، وصل ما بين النقطتين بخط كيرفت كونفكس لفوق، الخط ده على بعد قد إيه من الكلافيكال؟ 1 انش أباط، هو ده الأرتري بتاعنا اللي اسمه سب كليف. موضوع بسيط أهو يا جماعة، الجوينت ده اسمه إيه؟ ستيرنو كلافيك، والنقطة دي فين؟ في نص الكلام، وصل ما بينهم بخط، الخط ده سريت ولا كده؟
كونفكس لفوق، الخط ده على بعد قد ايه فوق الكلافيكل؟ 1 انش يعني بوصة 2.5 سنتي، هو ده الارض بتاعنا اللي اسمه سب كليف. يبقى الناس اللي بص انا كده خدت اوريجين او بيجينينج، وخدت كورس، وخدت ام، وخدت كمان عنوان اسمه سيرفيس امل. ده خدها بقى الكلام اللي بيقراه الطلبه معانا ريليشنز. هناخد الريليشن بتاع كل جزء لوحده، الاول الفيرست بارت، وبعدين السكند، وبعدين الثيرد. وبعد ما نخلص الريليشنز نبدا في الجرامش، نبدا بالريليشنز بتاع الجزء الاول. كل يبص هنا الجزء الاول قدامه فيه ايه؟ فلما واحد جدع قال لي العضله اللي انت قاطعها دي اللي اسمها ستيلوماستوري، هناخدها بتعدي قدام الجزء الاول والثاني. العضله اللي انا قاطعها دي اللي اسمها ستيلوماستوري بتعدي قدام الجزء الاول والثاني. يبقى انا الجزء الاول قدامه اول حاجه في عندك عضله اسمها ستيلوماستوري. انا مش راسم اللي باقي ده، بس عايز الناس تبص معايا كده. في عندك عضله هتيجي من الاسترنم، بس مش من قدام، من ورا، يعني من الباك بول زي ما نقول. هتروح العضله دي تطلع زي ما انا ماشي بايديا كده، الناس تبص لي لو سمحتم. هتروح تمسك في العظمه اللي اسمها هايرويد، يبقى العضله دي اسمها ستيرنو هايرويد. هعملها لك حضرتك بلون اخضر، وبص معايا عضله منقطه اهي، لان دي مش طالعه حضرتك من الفرنت اوف ذا ستيرنم، بتطلع من الباك. العضله دي الناس سمعوها على فكره في الكونتنس بتاع السوبيريور ميدياستاين، برجع افتكر كده الكونتنس. كنا بنقسم السوبيريور ميدياستاين لثلاث حاجات، ريترو مانوبريال وانترميديت وبريفير تيبر. كان في الريترو مانوبريال في عضلتين ستيرنو، ستيرنو هايويد وستيرنو هارموليال. يبقى العضله اللي انا بسمها منقطه اكتر دي المفروض طالعه زي ما بعمل بايديا كده، رايحه تمسك هنا في الهايويد. العضله دي يا باشا وهي طالعه كده بتعدي قدام الجزء الاولاني من الساب كليفيان. اسم العضله دي ايه للناس النايمه؟ ستيرنو هايويد. لو حاطين تحتيها عضله منقطه كده بلون ازرق، العضله المنقطه اللي بلون ازرق دي هتيجي من الباك اوف ذا مانوبل. لو طلعت بيها كده دي رايحه تمسك في تفاحه ادم في الثايرويد كارد، وهي طالعه بتعدي قدام الجزء الاولاني من الساب كليفيان. يعني انا الجزء الاولاني من الساب كليفيان قدامه في كام عضله؟ ثلاثه، والثلاثه بكلمه ستيرن. اللي ماسكه في المانوبريا من قدام تبقى ستيرنو ماستوري، اللي ماسكين في المانوبريا من ورا المنقطه اخضر واحد في الهايويد اسمها ستيرنو هايويد، المنقطه ازرق واحد في الثايرويد كارد دي اسمها ستيرنو ثايرويد. يبقى الناس اللي باصه معايا ان حضرتك العنوان بتاعنا اللي اسمه ريليشن بحطه هنا، ادي ريليشن هنقسمها ايه؟ ادي الجزء الاول وللثاني وللثالث. الفيرست بار الاقي قدام في عندك ماسلز، الماسلز عندي ثلاثه ستيرنو، اللي هم مين؟ ستيرنو ماستوي وستيرنو هايوي وستيرنو ثايرويد. الثلاثه تحت بعض كده، تشيل الستيرنو ماستوي يظهر ستيرنو هايوي، تشيل الستيرنو هايوي يظهر ستيرنو ثايرويد. ايه تاني قدامي غير الثلاث عضلات دول؟ فابو حيدر قال لي قدامي يوجد نيرفز. قدامي يوجد ايه؟ نيرفز. الناس تبص معايا كده بصراحه. النيرف ده اللي بينزل قدام الجزء الاولاني من الساب كليفيان، رسمه بلون اخضر اهو. النيرف دوت اسمه الفيجس، اسمه الفيجس. الفيجس ده اللي فيكم ذاكر في سنه اولى كان اخر جمله فيه انه عشان حضرتك بنقول يدخل مش اخر بقى لاول، تمام؟ عشان كان يدخل يسيب النك ويدخل السوركس، كان الفيجاس ده بيعدي قدام مين؟ قدام الساب كليفيان. قدام اي جزء من الساب كليفيان؟ الجزء الاول. يبقى انا مش هرسم ناحيتين، ينفع ناحيه واحده. يبقى النك اللي انا رسمته الاخضر اللي نزل ده مين؟ فيجاس. عشان يسيب النك ويدخل جوه الصدر بيعدي قدام الجزء الاولاني من الساب كليفيان. طب ممكن اسال سؤال؟ هو كان في حاجه اسمها كاردياك برانشز، سمعتوها؟ كان ايه ده؟ كان في اتنين كاردياك بلكسيس، ده اللي فيكم يفتكر يعني. كان في حاجه موجوده في الكونكاليتي بتاعت الارش اوف اورتا كان اسمها سوبرفيشال كاردياك بلكسيس، وكان في حاجه
بيعمل بايبورتيشن بتاعة التراكية لاتنين برونكات اللي موجودة ورا القرش قدام البايبورتيشن كان اسمها دي كاردياك ليكسيس. يبقى القلب كان ليه اتنين كاردياك ليكسيس، واحد في الكونكافيتي اسمه سوبرفيشال، والتاني حضرتك بنقول ورا الكونكافيتي قدام بايفوركيشن اوف ذا تراكيه اسمه دي. الكاردياك بلكسيس دول كانوا عباره عن سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. حبيبي البارا سمباثاتيك كان بيجي منين؟ فطلع واحد جاب عن البارا سمباثاتيك بيجي منين؟ يعني مش بس الفيجاس هو اللي هيعدي قدام الجزء الاولاني من الساب كليف، بالبرانشات بتاعته اللي هنزلها تدخل في عمل الكاردياك بلكسيس. يعني انا بيعدي قدام الجزء الاولاني من الساب كليفيان فيجاس اند ايتس حضرتك كارديان برانشز. الناس فاهمه انا بقول ايه؟ الفيجاس دي بيعدي قدام الجزء الاولاني من الساب كليفيان عشان يكمل يدخل في السيت. ما اسمه ايه؟ اسمه ذا وندرنج نيرف. وندرنج يعني ايه؟ حيران، بيمشي حته في الرقبه وحته في السيت وحته في الباطن عشان يسيب الرقبه ويدخل جوه السوركس. كان بيعدي قدام الفيرست بارت اوف الساب كليفي، مش هو لوحده ده بيدي برانشات كمان اسمها كارديان هتعدي قدام الفيرست بارت بتاع الساب كليفي. في حاجه جنب العمود الفقري انا مش عارف انتوا سمعتوها ولا، اسمها سمباثاتيك تشين، لكن سمعتوها في سنه اولى. كان في جزء من السمباثاتيك تشين بيبقى فين؟ الصوت ده اللي حضر معانا. السمباثاتيك تشين دي جايه من عند البيز اوف ذا سكال، بتمشي حته في النك وحته في الصوت وحته في الابدن وحته في البيلفس، والاثنين سمباثاتيك تشين بعد كده يحصل لهم فيوجن قدام الكوكسكس. يبقى عندك كام سمباثاتيك تشين؟ اثنين. طلع واحد محترم قال لي ايه؟ قال لي المفروض السمباثاتيك تشين دي فيها جانجليا. قلت له انت كويس قوي. قال لي عدد الجانجليا ايه؟ قلت له على عدد النيرف. وانت في عندك كام سباينال نيرف؟ 31. يبقى عندك كام جانجليا على كل ناحيه؟ 31. كام بقى من ال 31 نيرفز موجودين في النيك؟ 8. مش في 8 سيرفايكال نيرفز ولا بدايات؟ يبقى في كام جانجليا في النيك سيرفايكال؟ 8. اقول تاني عشان خاطر الناس اللي نايمه. في كام سباينال نيرف على كل ناحيه؟ 31. في كام جانجليا في السمباثاتيك تشين على كل ناحيه؟ 31. كم منهم نيرفز بقى؟ 8 سيرفايكال، وبالتالي في كام جانجليا سيرفايكال؟ 8. ال 8 سيرفايكال جانجليا يحصل لهم فيوجن. اول اربعه يعملوا لي جانجليون واحد اسمها سوبيريور سيرفايكال سمباثاتيك جانجليا. رقم حضرتك بنقول 5 و6 يعملوا ميدل سيرفايكال سمباثاتيك جانجليا. بنقول 7 و8 يعملوا انفيريور سيرفايكال سمباثاتيك جانجليا. اخلاق القصه من اولها، عدد الجانجليا على عدد النرفات. النرفات في الرقبه 8، يبقى في الرقبه كام جانجليا؟ 8. بيحصل لهم ايه يا نايم؟ 3 فيوجن. اول 4 يعملوا سوبيريور، وال5 وال6 يعملوا ميدل، وال7 وال8 يعملوا انفيريور. طبعا هقول لك مال الكلام ده بالصف كليبيا. بص لي هنا حاجه من ادي جانجليون اهي اسمها ميدل، وادي جانجليون اهي اسمها انفيريور. بص معايا بقى ايه اللي حصل. حصل الاتي، ادي ميدل وادي انفيريور. راحت الميدل بعد منها فايبر او برانش راحت لفه حوالين الجزء الاولاني من الساب كليفيان، شوف نزلت قدام، بعدين راحت راجعه وراه عشان تتصل بالانفيريور. ارسمها لك على جنب اهي، ادي دي الميدل وادي دي الانفيريور وادي ده حضرتك السبتريبيان ارتري اهو، الجزء الاول بتاعه اهو. بص اللي هيحصل ايه؟ تقوم الميدل تبعت منها برانش ينزل قدام الجزء الاولاني من السبتريبي ويلف حواليه ويرجع عشان يمسك في الانفيريور جاي. اسم الحلقه دي، ما دي حلقه على شكل حرف ايه؟ يو. يسموها انسى ساب كليفيان، مش انسى، انسى. انسى ليه؟ حضرتك لو سمحت معناها يو شيبت لوب، حلقه على شكل حرف يو. ليه ساب كليفيان؟ حد يعرف؟ عشان اعدي قدام الجزء الاولاني من الساب كليفيان عشان توصل ايه يا نايم؟ الميدل بالانفيديو سيرفايكال سمباثاتيك جان. الكلام ده مش مشروع عندك في الكتاب، العيال الكتاب الاقي مكتوب ايه؟ انسى ساب كليفيان. السام تقرا فين بقى؟ بدور كده في اخر الكتاب قبل ما يخلص بحوالي تلته، هتلاقي فيه النيرفات الكرينيال نيرفز وفيه السمباثات
ساتيك تشين، وهتلاقي ان السيمباثيك تشين كاتب من ضمن البرانشات بتاع الميدل جانجليون، ان الميدل جانجليون بتبعت برانش ينزل قدام الجزء الاولاني بتاع السبكليفيان ويلف عشان يوصل الميدل بالانفيريور جانجليون. عملت عليه لو على شكل حرف يو سميتها انسى سبكليفيان. وعلى فكره في عندكم ثلاثه انسى، انسى سبكليفيان، وفي انسى سيرفايكاليس دي هتدي عضلات ماسكه في الهايويد من تحت اسمها انفرا هايويد، وفي النيو لما تكمل بقيه الجزء اللي باقي هتسمع حاجه اسمها انسى حضرتك بنقول ريتيكيولاس. يبقى انت في عندك كم انسى؟ ثلاثة. يبقى انت في عندك انسى سيرفايكاليس، انسى سبكليبيا، انسى ريتيكيولاس. التالتة دي هتسمعها مع النيو كده. الهيرفات اللي قدامي بيتس ببرانشاته اللي هتنزل للقلب كارديا، اتنين حضرتك الانسى سبكليبيا اللي بتوصل ايه بايه؟ الميدل بالانفيريو جانب. حد فيكم فاكر نيرف اسمه فرينيك نيرف؟ فرينيك نيرف ده كان برانش منين؟ حد يفتكر؟ كان من سي 3 و4 بس طلع واحد محترم قوي. يعني ده اصله من السرفايكال بليكس. ما السرفايكال بليكس واحد واثنين وثلاثه واربعه، بس كان بيجي له مساهمه من البريكيال بلكسس الوسيط كام؟ خمسة. يبقى الفرينيك نيرف بتاعنا ده اللي بيروح يدي موتور للدايفرام حضرتك ده برانش من السيرفايكال وذا كونتريبيوشن من البريكيال بلكسس. واحد محترم قال لي دخله ايه؟ بص هنا وانت هتعرف. بص الفرينيك اليمين والفرينيك الشمال، خد بالك من اللقطه قوي. الفرينيك اليمين انا هشاور عليها اهو عدى قدام الاسكالينس انتيريور، الشمال عدى قدام الاسكالينس شمال، بس في فرق ما بين الاثنين. اليمين نازل فيرتيكال، الشمال نازل مالي. واحد تاني ما تفهمش تفرق موت، ان الشيب اليمين نزل قدام الجزء الثاني من السبكليت، الشمال مايل شويه بقى نازل قدام الجزء الاولاني من السبكليت. في ناس مش معايا خالص، نرسمها على جنب. قال لي سبكليبيان يا بابا يمين، كل بص لي وادي سبكليبيان شمال، وادي العضله اللي بتنزل قدام كل سبكليبيان اللي اسمها ايه؟ سكالينس انتير. بص الاثنين فرينك وقول لي رايك ايه؟ قال لي الفرينك اليمين اهو نازل فيرت، فنزل قدام اني جزء من السبكليبيان السكن. بص الشمال نزل مالي، فنزل قدام اني جزء من السبكليبيان الاولاني. يعني انت لما تيجي تقول لي في فرين قدام الجزء الاولاني ما تقوليش اليمين، تقول لي الشمال. يبقى النرفات تاني اللي قدام الجزء الاولاني من السبكليبيا فيجاس ببرانشاته اللي بيبعتها القلب كارديا، الحلقه اللي على شكل يو اللي بتوصل الميدل بالانفيريور سيرفايكال جانجليا اسمها انسى سبكليبيا. ثلاثه اوعى تقول لي حضرتك الفرينك وتسكت، لكن الفرينك اليمين اللي نازل فيرتيكال بيبقى قدام حضرتك الجزء الثاني، انما الشمال اللي نازل مايل بيبقى قدام الجزء الاولاني. كده للناس اللي نايمه خلصنا مصل وخلصنا نيرف، والنيرف باردن ثلاثه. العنوان الجاي اللي قدامي فين؟ فين الفين؟ فواحد بص هنا بصه حلوه قوي، انا ملاحظ ان الفين ده نازل قدام الجزء الاولاني. الفين ده اسمه internal jugular vein، وده هيديله كمان شويه subclavian vein عشان يعملوا بين اسمه tracheocephalic vein. ففي عندي وان فين نازل قدامي اسمه internal jugular vein. في عندي بقى حاجه قدامي specific للناحيه الشمال، مش هلاقيها على الناحيه اليمين. يمكن لما اقولها حد جدع كده يقول لي احنا سمعناها في سنه اولى. الناس اللي بصه معايا اللي انا بسيبها منقطه اسم، والمنقطه دي لان اللي ذاكر في سنه اولى كانت ماشيه في الميديا ستايل، الاول في البوستيريور اللي هو جزء من الانفيريور، وبعدين في السوبيريور في الحته اللي ورا اللي اسمها بريفير ديبر. يعني الثوراسيك ضغط طول عمرها ماشيه في الميديا ستايل من ورا، من تحت في الانفيريور في الجزء البوستيريور، ومن فوق في الجزء البري فيرتيبر. ثوراسيك ضغط دي يا جماعه بعد ما كانت بتخلص الصدر من الجستاينم
كانت بتطلع من مدخل الصدر الثوراسي اللي تبص هنا، كانت بتروحش يمين، كانت بتروح شمال. اللي باصص عدت من ورا الليفت كومان كارد، وبعدين راحت عامله قرش وعدت قدام الليفت سب كليب. ابويا جه يسالني ليه هي رايحه تفتح فين؟ رديت عليه قلت له بص ده انترنال جاجرال فين وده سب كليبيان فين. كانوا بيعملوا حاجه اسمها ليفت تريكيوسيفاليك فين. عايز تقول بقى الضغط دي بتفتح في التقاء الاثنين منز بتوع الناحيه الشمال مع بعض صح؟ عايز تقول في بدايه الليفت تريكيوسيفاليك فين صح. يبقى الناس اللي باصه معايا في حاجه سبيسيفيك للناحيه الشمال، الضغط اللي عدت ورا الليفت كومان كارد وراحت عامله قرش قدام الجزء الاولاني بتاع الليفت سب كليبيان، هذه الضغط اسمها ثراسي الضغط. يبقى عندي واحده ضغط اسمها ثراسي الضغط. انا خلصت الحاجات اللي قدام الجزء الاولاني. يوجد عندي ثلاثه ستيرنو مصر، ستيرنو مصطري، ستيرنو هايولي، ستيرنو سايرون. يوجد عندي ثلاثه نيرفز فيجاس في الكاردياك برانشز، الحلقه اللي على شكل اليول اسمها انسا سب كليبيا. حضرتك في عندك الفرينك بس بتاع الناحيه الشمال، اليمين لا، اليمين هناك قدام الجزء الثاني. يوجد عندك بين اسمه انترنال جاجرال بين. يوجد عندك ضغط موجوده فقط على الناحيه الشمال اسمها ثراسي الضغط. كده انا خلصت الحاجات الناس اللي معاك صحيه بتاعت ميم اللي قدام الجزء الاولاني. تعال ناخد الحاجات اللي قدام الجزء الثاني، وهجيب طب الحاجات اللي ورا الجزء الاولاني هقولها مره واحده لانها نفس الحاجات اللي ورا الجزء الاولاني اللي هتبقى ورا الجزء الثاني. ايه اللي قدام الجزء الثاني؟ بواحد كده قال لي اول جمله انت قلتها ان الاستيرنو ماستوري دي هتعدي قدام الجزء الاول والثاني. ممكن اسال السؤال، هو الشريان بتاع العدة ورا ولا قدام الاسكالينس انتيري؟ ورا. يبقى انا قدامي العضله اللي اسمها اسكالينس انتيري، يبقى انا قدامي عضلتين استيرنو ماستوري ومورون اسود دي اللي قدامي الاول والثاني، ولما قطعتها لقيت عدى قدام الجزء الثاني من الارض لعضله اسمها اسكالينس انتيري. محدش عايز يدي حاجه عدت قدام الجزء الثاني بس يمين الشمال. الفرينك اليمين. يبقى انا قدام الجزء الثاني سواء يمين او شمال هلاقي العضله اللي اسمها ستيرنو ماستوري اللي خدتها قدام الجزء الاول والثاني، ولو قطعتها هلاقي قدام الجزء الثاني القطر اللي قسمني لثلاث اجزاء اللي اسمه سكالينس انتيريو. انا اسف المصري اللي قسمتني لثلاث اجزاء اللي اسمها سكالينس انتيريو. وفي حاجه سبيسيفيك للناحيه اليمين قدام الجزء الثاني الا وهو الرايت فرين، لان الليفت فرينك عشان كان مايل كان بيعدي قدام الجزء الاولاني في الناحيه الشمال. ايه بقى اللي وراك سواء انت كنت جزء اول او جزء ثاني؟ تعال نبص في الرسمه دي. انا راسم ادي القرش، وادي ده حضراتكم اللي اسمه تريكيوسيفاليك، ومدي رايت كومان كارود ورايت سب كليبيان، وادي الاثنين بتوع الناحيه الشمال اللي هما ليفت كومان كارود وليفت سب كليبيان. واحد كده قال لي كنا خدنا ان اللنج ما كانش بتكتفي بمكانها في الثراس الكبدي، وكان الايبكس بتاع اللنج بيعدي من مدخل الصدر الانت ويدخل في جدر الرئه. يعني بحضرتك بعد اذنك السب كليبيان ارتري اللي ماشي قدامك اهو في جدر الرئه، بص انا هعمل حاجه ونقطها بلون ازرق. اللي انا عملته بنقط ازرق ده سواء هنا او هنا ورا السب كليبيان ارتري ورا الجزء الاول والثاني هو الايبكس اوف ذا لنج. يا حبيبي انا بقول الايبكس هتطلع في جدر الرقبه، وبقول السب كليبيان ماشي في جدر الرقبه. السب كليبيان قدام حضرتك والايبكس اوف لانج ورا. حد فاكر اللانج ربنا كان بيحوطها في كيس اسمه ايه؟ فلور. كان بتنزل على اللانج اسمها ايه؟ بيسر. ولما تبقى ريفلكت يبقى اسمها ايه؟ برايتال. وكنا بنقسم البرايتال لكام جزء؟ اربعه، سيرفايكال وكوستال ودايفراجماتيك وميدياستايل. طلع واحد كده عالي اللي انا حوالين حضرتك الايبكس بتاع اللنج هيبقى السيرفايكال فلور. يبقى بما ان ورايا الايبكس اوف لنج يبقى ورايا الايبكس اوف لنج من تحطيه تاني فلورا سيرفايكال فلورا. ما حدش فينا ليه بقى بيحس الايبكس بتاع اللنج والسيرفايكال فلورا في جدر الرئه؟ لان طلع ان في منبرين انا رسمه بلون اسود بيعدي على الايبكس اوف ذا لنج اند السيرفايكال فلورا. اللي باصص على المنبرين ده شكله مثلث، الايبكس بتاعه من فوق في الترانسفيرس بروسيس بتاع السي 7 7 فقره عنقيه. البيس بتاع المثلث ماسك حضرتك في الانر بورد
2 اللي اتكتب من سنه اولى تعدى من فوق البلوه يبقى الايه عليها بلوه عليهم ميمبرين كان اسمه السوبر بلوال ميمبرين واللي اكتشف واحد اسمه سيبسون فكان اسمه سيبسون فاشيا حد يعرف السيبسون فاشيا دي ايه دي عباره عن الاندوثوراسيك فاشيا الفاشيا اللي جوه السن الجزء الفوقاني بتاعها يتخن ويعمل هذا الميمبرين اللي شبه المثلث او الخيمه فعشان كده سموها سيبسون فاشيا لان دي فاشيا تخرج من الجزء الفوقاني من الفاشيا اللي جوه الصدر اللي اسمها اندوثوراسيك فاشيا انا وراي لغايه دلوقتي ورا الجزء الاول والثاني الاقي الايبكس اوف ذا لان متغطيه بسيرفايكال بلوره وعليهم ميمبرين اسمه السوبر بلور ميمبرين في حاجه ورا الجزء الاول فقط في حاجه ورا الجزء الاول فقط ورا الجزء الاول كمان بتاع الناحيه اليمين مش الناحيه الشمال كل بص معايا ولا هيجاوب يا جدع مين الشريان اللي خد مين انا اسف النمر اللي خدناه النهارده بيعدي قدام الجزء الاول ده الفيجاس الفيجاس اليمين لما كان بيجي يعدي قدام الجزء الاولاني من السبكليبيان اليمين كل بص كان بيدي برانش يلف ويرجع البرانش ده كان اسمه ار ال ان ده اختصار كلمه ريكفر كلارنجيال نيرف على فكره الريكفر كلارنجيال اليمين حضرتك بيطلع في النك لان اللي فيكوا ذاكر ان الكفر كلارنجيال ادي الفيجاس اهو ادي الفيجاس اهو ده الشمال بتاع الناحيه الثانيه الفيجاس الشمال كان بيطلع منه النكت الكفر كلارنجيال فين؟ في السورس يبقى انا لو سمحت الاثنين الكفر كلارنجيال حضرتك مكان طلوعهم مختلف اليمين طالع حضرتك بنقول من رايت فيجاس في الرقبه من تحت الشمال طالع من الليفت فيجاس في السورس انا دلوقتي شغال في الحاجات اللي ورا السبكليبيا قلت لك ان ورا الجزء الاول والثاني ثلاث حاجات هم ايبكس اوف ذا لان سيرفايكال بلورا سوبر بلورا اللي قلت لك هنزود ان ورا الجزء الاولاني بتاع السبكليبيا اليمين في النيرف اللي لف ورجع اسمه رايت الكارت لارنجيال محدش يسالني اشمعنى الرايت لان رايت الكارت لارنجيال بيطلع من رايت فيجاس في النيك انما ليفت الكارت لارنجيال بيطلع من ليفت فيجاس في الصور كده خلصنا الجزء الاول والجزء الثاني الحاجات اللي قدامهم الحاجات اللي وراه ندخل في الجزء الثاني الناس اللي بص معايا هنا الجزء الثالث حضرتك بنلاقي بقى بنقول قدامه ايه وراه ايه لو جينا بصينا على الجزء الثالث لو جينا بصينا على الجزء الثالث هنلاقي قدامه الاخر الجزء الثالث قدامه العظمه اللي انا كاسرها اللي اسمها كلافيك وقدامه ورا الكلافيك على طول هذا البين اللي اسمه سبكليبيان بين وقدام الجزء الثالث البين ده يقول البين ده يبقى جدع البين ده جاي من الاسترنوموسكوبي البين ده قلنا عليه امبارح بيمشي في السوبرفيشيال فاشيا بتاعت النيك هذا البين للناس الجدع كان اسمه اكسترنال جاجلر بين فطلع واحد محترم قال ايه لا واحد جدع قوي قال انت مش قلت البين ده امبارح ماشي تحت الجلد اه يا حبيبي ماشي في سقف البوستيريور ترانجل تحت الجلد بس 1 انش اباب الكلاميكال اللي انا كاسبها بيخرم الديب فاشيا ويبقى دي يبقى انا هذا الاكسترنال جاجر للي جدع ده اللي كان اتكون امبارح فين؟ اتكون تحت البارود نير الانجل اوف ذا باتحاد 2 بوستيريور بوستيريور ديفيجن اوف بوستيريور فيشيال وبوستيريور اوريكولر الفين ده هناخده في البوستيريو تريانجل مرتين الحته الفوقانيه دي ماشي تحت الجلد في السقف وجيت 1 انش اباف حضرتك الكلافيكال وخرمت دي فاشيا وبقيت تيم بقيت من ضمن الكونتنس فاللي هيذاكر البوستيريو تريانجل هيقبل الفين ده مرتين الاول في السقف لما كان سوبر فيشيال بعدين بقى من ضمن الكونتنس لما كان بقى تيم الواد الجدع عادي داخله ايه ده؟ قلت له ما هو ده الاونلي تريبيوتري اوف ذا سبكليبيان فين يبقى انا السبكليبيان فين قدام تالت جزء من السبكليبيان ارض بعدي الاكسترنال جاجر قدام السبكليبيان ارضي عشان اصب في البين اللي اسمه سبكليبيان اسمع الثلاثه كده بعد اذنك اول حاجه في عضم
لو شلتها هتلاقي في بين اسمه ايه؟ سبكليفيا. حضرتك وراه في قطر اسمه ايه؟ سبكليفيا. يبقى السبكليفيا فين قدام السبكليفيا الاخر. حبيبي الاكسترنال جاجلر فين؟ اللي هيقوله مرتين في البوستيريور تراني، مره في السات وبعد كده من ضمن الكونتينس عشان يصب في السبكليفيا فين، وهو الاونلي تريبيوتري بتاع السبكليفيا فين؟ ما احنا عندي قدام تاني جزء من السبكليفيا الاخر. يبقى انا كده قدام تاني جزء لغايه دلوقتي في مين؟ ما حدش عبرني. الاول عظمه اسمها ايه؟ لو شلتها تلاقي ورا العظم قدام الارتري فين اسمه؟ سبكليفيان فين. مين الفين اللي جاي من فوق؟ بيعدي قدام تاني جزء من السبكليفيان الارتري عشان يصب في السبكليفيان فين؟ ده اسمه اكسترنال جاجلر فين. بالاضافه بقى ان السبكليفيان الارتري ده اللي ماشي في العين في التراينجل قدامه في السكين والفاشيا بتاعه التراينجل. يبقى انا قدامي حاجات كلها ريليتد للتراينجل. قدامي عظمه اسمها ايه؟ لابي. وقدامي فين اسمه ايه؟ سبكليفيا. وقدامي فين واحد يصب في السبكليفيا اسمه ايه؟ سيبنال جابي. بالاضافه ان انا ماشي في البوستيريور ترانجل فقدامي السكين والفاشيا بتاع البوستيريور ترانجل. ورا الجزء الثالث بقى من الارتري مين؟ فؤاد محترم قال لي ورايا الضلع الاول وانا بعدي على الابر سيرفيس اهي. بص هنا ده الجزء الثالث اهو، انا بعدي على الابر سيرفيس بتاعت الضلع الاول عشان اجي عند الاوتر بوردر واغير اسمي يبقى اسمي اكزيل. حد فاكر الترانكس بتاع البريكيال بليكسس؟ اه كان في كام ترانك للبريكيال بليكسس؟ ثلاثه. الناس الجدعه كان في عندي ابر ترانك، وكان في عندي حضرتك ميدل ترانك، وكان في عندي لور ترانك. اللي موجود حضرتك وراي ورا الجزء الثالث هو اني ترانك؟ لور ترانك. فلو حد سالني النهارده ايه اللي ورا ثالث جزء من السبكليفيان ارتري؟ هقول له الابر سيرفيس بتاع الضلع الاول واللور ترانك بتاع البريكيال بليكس. احنا كده خلصنا الريليشن. الجزء الاول قدامه ثلاثه ستيم وثلاث نيرفات وفين وضغط على الناحيه الشمال. الجزء الثاني قدامه عضلتين ستيم وماستويد وسكانس اتقسمت لثلاث اجزاء وحاجه سبيسيفيك للناحيه اليمين رايت فرين. ورا الجزئين الاول والثاني نفس الثلاث حاجات، ايبكس لانج سيرفايكال بلور سوبر بلور ميمبرين، وحاجه سبيسيفيك ورا الجزء الاول يمين اللي هو رايت ريكارنت لارنجيا. الجزء الثاني قدام عظمه كلافيكا ورا سبكليفيان فين برضه قدام الفين اللي جاي يصب في السبكليفيان اكسترنال جاجلر بالاضافه للسكين والفاشيا بتاع البوستيم ترانجل. اما ورايا الاقي الابر سيرفيس بتاع الضلع الاول واني ترانك من بريكيال بليكسس لور. نبدا حضرتك كده في البرانشات بتاعت السبكليفيان. برانشات السبكليفيان الجزء الاول يدي ثلاث برانشات، الجزء الثاني يدي برانش واحد، الجزء الثالث ما بيديش برانش. بس يقول لحضرتك ساعات يدي برانش لو في حاجه هتيجي من الجزء الاولاني تبقى بابسنت، وهنقول يعني ايه دلوقتي. يبقى الاولاني بيدي ثلاثه، الثالث يدي واحد، الثالث يوجوال ما بيديش، سام تايمز او اوكيشنالي هيدي. امتى؟ لما ناخد ان في برانش في الجزء الاول ابسنت، يبقى الجزء الثالث يدي برانش يحل محله. نسمع مع بعض حضراتكم برانشات الجزء الاول. كلام اول واحد اهو، الناس تخليها معايا بسرعه. البرانش اللي انا رسمته ده طلع من الجزء الاول. البرانش ده مهم جدا، اسمه سايرو سيرفايكال ترانك. اسم ما حدش عبرني سايرو سيرفايكال. امال خلص قال لي انتوا سميتوه الاسم ده؟ بص هنا، لانه هيتقسم لثلاث برانشات، اثنين هيروحوا لاترال يدخلوا جوه البوستيريور تراينجل وواحد يطلع لفوق ويروح للثايرويد جلاند. يبقى عشان كده سموا الترنك ده ايه؟ سايرو سيرفايكال. اولا ترنك لانه فايت، سيرفايكال لاني ماشي في الرقبه، سايرو لاني هتقسم لكام برانش للناس اللي نايمه؟ ثلاثه. اثنين هيروحوا لاترال يدخلوا المثلث اللي اسمه بوستيريور، واحد هيروح ميديان يروح للغده الزرقاء اللي اسمها ثايرويد جلاند. ايه البرانشات الثلاثه؟ كل اللي بص معايا، البرانشين دول اللي راحوا لاترال من الجو بيبقى جدع عدوا قدام الاسكالينس انتيريور. يبقى لما ناخد الليميشنز بتاع الاسكالينس انتيريور واقول لك ده انا عدى قدامي برانشين من السايرو سيرفايكال ترانك، صح؟ البرانش اللي فوق ده اسمه ترانسفيرس سيرفايكال
لانه ماشي في الرقبه بالعرض. البرانش اللي تحت ده هيروح للسكابيولا اللي فوق يبقى اسمه سوبر سكابيولا. يبقى البرانشين يا بابا بتوع الترنك اللي راحوا لاترا حتى عدوا قدام السكابيولا سانتيريور اللي فوق هيمشي في الرقبه بالعرض اسمه ترانسفير سيرفايكال، واللي تحت هيروح للسكابيولا من فوق اسمه محدش عضمني سوبر سكابيولا. تيجي نشوف كل واحد يعمل ايه؟ واحد قال لي نشوف. احد العضلات اللي موجوده في ارضيه المثلث اللي اسمه بوستيريور اهي. يا ريت ما حدش يسرح مني. العضله دي موجوده في ارضيه البوستيريور تراني سمعتها في سنه اولى. اسمها ليفيتور سكابيول. يبقى انا عضله موجوده في ارضيه البوستيريور تراني اسمها ليفيتور. طلع البرانش الفوقاني اللي اسمه ترانسفيرس فايكال. هيتقسم ان ريليشن للعضله دي لبرانشين. بس تبص. برانش عدى سوبرفيشال ومشي واختفى ديب للترابيزيس وادها دم اسميه سوبرفيشال. برانش انا رسمه منقط يبقى مشي سوبرفيشال ولا ديب؟ ديب للليفيتور سكابيول. اللي هتقول لي ده ما عرفوش يبقى ما عداش على سنه اولى. كان في سنه اولى في عظمه هنا اسمها سكابيول. والسكابيول كان في حاجه اسمها انستيموزس ارامز سكابيول. والانستيموزس ارامز السكابيولا كان حضرتك بيدخل فيه الديب برانش اوف ترانسفير سيرفايكال. اجيب واحد رسمه فين بقى الناس اللي بتفهم؟ ده نازل على الميديال بوردر بتاع السكابيولا من ورا كده. ده اسمه ديب برانش اوف ترانسفير سيرفايكال ارك. يبقى بسرعه انا عايز اسال السؤال ده. يبقى ترانسفير سيرفايكال ارك هيتقسم لكام برانش؟ اثنين. الريليشن اسمها ايه؟ ليفيتور. واحد سوبرفيشال والتاني ديب. السوبرفيشال بيعدي سوبرفيشال ليفيتور سكابيولا وبعدين يروح يختفي ديب للترابيزيس. هيدي دم ليه للترابيزيس؟ الديب يعدي ديب للليفيتور سكابيولا ويروح ينزل على الميديال بوردر بتاع السكابيولا من ورا عشان يدخل في الاناستيموس. حد فاكر انا لسه قايل تاني جزء من السبكليديان بيدي ولا ما بيديش؟ ما بيديش. بس قلت لك ساعات لو عند الترانسفيرس سكابيولا سيرفايكال ده ما اتقسمش لسوبرفيشال ودي وبقى واحد بس ساعتها تاني جزء من السبكليبيال بيدي برانش يحل محل الدي برانش ده. اسم البرانش اللي هيطلع من تاني جزء ويحل محل الدي برانش اوف ترانزيرس فايكل ديسندنج سكابيولا. اسمه ايه؟ ديسندنج سكابيولا. بسرعه البرانش ده مشي لك قدام الاسكابيولا سانتيريور دخل المثلث ده اسمه سوبرا سكابيولا. واحد ساكن اولى قال لي اسمه سوبرا سكابيولا. يعني السكابيولا كان فيها فوقيها من فوق نوتش اسمها سوبرا سكابيولا نوتش بتتحول لفوق من السوبرا سكابيولا ليجن. حبايب كان في نرف بيعدي تحت الليجن كان اسمه سوبرا سكابيولا نرف. في ارتري اهو هيعدي من فوق الليجن اسمه سوبرا سكابيولا ارتري. طلع واحد محترم قال ان ده برضه بيدخل في الانستيموزس اراوند مين؟ سكابيولا. يبقى انا كده خلصت البرانشين اللي راحوا لها. اخر كلمه عشان البرانش بقى اللي رايح ميديا. البرانش اللي رايح ميديا ده طلع على الميديا البوردر اوف ذا سكالينس انتيري اسمه انفيريور ثايرويد. حول وراح ميديا فين بقى؟ عند الثايرويد جراب. احفظ الرقم ده عند سي 6 فيرتيبرا. يبقى عند سادس فتره عنقيه هذا الانفيريور ثايرويد ارتري غير اتجاهه من لاترال تو ميديا عشان نروح للغده اللي اسمها ايه؟ ثايرويد. انا رسمته منقط بعد كده يبقى ماشي على الثايرويد من قدام ولا من ورا؟ من ورا. ده لو سمحت بيدي جنب للناس اللي باصه معايا للور هاف اوف ذا ايزمس. والايزمس دي الحته اللي في نص الثايرويد. الثايرويد بس شكلها اتش شيب ليها اتنين لاتر اللي هم ايه؟ ايزمس. ده بيدي جنب للور هاف ايزمس واللور دولتين بتاع اللاتر اللي هم ايه. البرانشات الثانيه بتاع الانفيريور ثايرويد غير انه بيدي جلاندولر للجلاند؟ امال جدع ده انا جنب في التغطية والاوسوبيس. قلت له اديله ده. ادي برانش يروح للانس من تحت قال لك سميه انتيريو لارنجيا. ادي برانش يطلع في الرقبة اسمه اسندنج سيرفايكال. طبعا اللي قاعد عمال يبص في الكتاب وصوت عيني فجأة الكلام ده مش مكتوب. هناخده مع الثايرويد جلاند. الارتر اللي اسمه انفيريور ثايرويد ده برانش من الترام ده كان لاتر المحاولة ميتر عند سي كام؟ 6. مشي قدام اللي هو الغدة ورا ادى دم. انا بتكلم ادى دم من اللور دولتين بتاع اللاترال لوب واللور اب بتاع الحته اللي ما بين اللاترال لوب اللي اسمها ايزي. هل انت اكتفيت بس بجلاندولر؟ قال لك لا ده انا اديت جلاندولر
التركية والأسوف الجاز دم، وبعد برانش يدخل اللينكس من تحت اسمه انتيريور لارنجيال، وبعد برانش يطلع في الرقبة من فوق اسمه أسيندينج سيرفايكال. يبقى اللي احنا خدناه النهاردة برانش واحد صح؟ اللي اسمه ايه؟ سايروس سيرفايكال. الاسم اللي كام واحد؟ ثلاثة اثنين ثلاثة واحد مين؟ الواحد أنا مش هقوله ده بتاع سنة أولى اللي بيدخل جوه السن اللي اسمه انترنال ميموري أو انترنال ثوراسيك اللي كان بيعدي ورا أول ستة كوستال كارتلج ويجي عند السبيس رقم ستة ينقسم